على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معنا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. في معركة دايرة ما بين الصيف والشتاء. الصيف طبعا لسه ما شدش قوي يعني، لكن البوادر بتاعته بدأت تظهر من النهاردة. الدنيا درجة الحرارة في ارتفاع، الجو مطرب شوية، لكن مش هي دي قضيتنا. قضيتنا ان في معركة مستمرة من سنين على فكرة ما بين الناس اللي بتحب الصيف والناس اللي بتحب الشتاء. كأننا في ماتش بالظبط ما بين الأهلي والزمالك. اللي بيحبوا الصيف يقعدوا يقولوا بقى السفر بدأ والسهر والبحر علشان خاطره ممكن نستحمل أي حاجة حتى الحر. أما بقى محبي الشتاء، وعلى فكرة يعني أنا منهم، نفضل نقول إن إحنا يعني هل أنتوا بقى دلوقتي مبسوطين بالحر والفطس اللي إحنا فيه؟ فين أيام لما كان الجو كده يشد شوية يدوبك نتقل في اللبس حبتين؟ طبعا الصيف له جماله وانطلاقه والبحر والخروجات والسفر، لكن الشتاء كمان يعني لما الشتاء يدق البيبان. طبعا أحلى أغاني رومانسية بتبقى دايما عن الشتاء وعن الجو الشتوي، لما كده نتكلفت في اللبس ونقعد في البيت ونشرب حاجة دافية. مش عارفة ده حلو وده حلو، ده يعني ده سنة أو دي سنة الحياة وسنة إن الجو يتغير طول الوقت علشان دايما نشتاق للحاجة اللي احنا مش فيها. عامة تعالوا نفض الاشتباك ده شوية، أو على الأقل نرصده ونشوف الحرب دي على السوشيال ميديا بس ولا كمان الناس في الشارع ده رأيها وفي معركة برضو. تعالوا نشوف في البوبس اللي جاي. قول لي، بتحب الصيف ولا الشتاء اكتر وايه السبب؟ الصيف. ليه؟ حركة ومشي ودنيا وبتاع، انما في الشتاء بتبقى فيه اكل وفيه ركود، طول ما انت بتاكل طول ما انت قاعد. انا بحب الصيف طبعا، على الاقل رزق واسع، رزقه واسع، بتتحرك مطلع ما تتحرك ما بتقلقش منه. انا عشان بتاع ميه فالموسم بتاعي بيجي في الصيف، مفيش حد بيشرب ميه في الشتاء. الصيف كده كده زي ما بيقولوا في المثل البلدي حصرته واسعه، في اي مكان بينام. بحب الصيف كده، الواحد بيبقى بيلبس براحته، بيبقى بيصحى على الاقل خالص برده يعني مستعان، مش كمشان في نفسه كده. بحب الصيف بسبب حاجه، اللي انا يعني ايه ابقى شغال كده يعني مش متكتف ولا سعان، لكن الشتاء الواحد بيبقى متكتف كده وسعان، فالصيف احسن يعني بالنسبه لي الصراحه. الشتاء بالنسبه لشغله وبالنسبه لاي حاجه، ولو سجعان ولا كده برضه بتتجل على نفسك، بتعرف تخرج كده. والله ده له جماله وده له جماله، يعني ما نقدرش نستغنى عن الصيف والانطلاقه، وما نقدرش نستغنى برضو عن الشتاء والكلفته والجو الجميل، برضو كله حلو. بس يعني سبحان الله دلوقتي احنا عندنا كل فصول السنه، بره دلوقتي تراب وحر، بالليل بيبقى برد ثلاجه، احنا دلوقتي في كل فصول السنه في نفس اليوم عشان ما حدش يزعل خالص. طيب بعد الفاصل بقى نبدأ أول فقراتنا مع حضراتكم. النهاردة معانا فقرة عن موهبة في صناعة الفخار والخزف. كتير مننا نقعد نقول الله ده بيتعمل إزاي، هل ممكن أعمل ده في البيت؟ إيه المواد اللي ممكن أستخدمها؟ أعمل فيز حلوة، أعمل يعني بوت بتاع ورد، أعمل حاجة بتاع زرع، أعمل حاجة أكسسري كده للبيت من الفخار ومن الخزف. كل ده هنحاول نعرفه في الفقرة اللي جاية. وطبعا أهلا بيكم لو عندكم أي أسئلة لضيوفنا في الفقرة الأولى. فاصل ونرجع نستقبل مع حضراتكم ضيوفنا وصناعة الفخار والخزف، خليكم معنا. في اهتمام كبير جدا من الدولة بالحرف اليدوية وللتنفيذ تنفيذ الاستراتيجية دي، استراتيجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية زي الفخار والخزف وكل أنواع الصناعات. بصراحة تعتبر صناعة الخزف في مصر يعني حاجة من عصر الفراعنة أو من عهد الفراعنة. مصر فيها فخار وخزف صناعة قديمة جدا تمتد جذورها زي ما بقول لحضراتكم كده للعصر الفرعوني. بتعتمد الصناعة دي على خامات موجودة في أرضنا،
في الطين بتاعنا في البيئة بتاعتنا. احنا النهاردة معانا موهبتين حبوا الشغلانة دي قوي وأبدعوا فيها، يعني قادر أقول لكم كده بكل بساطة اتنين من الفنانات اللي أبهروني الحقيقة بالمعروضات بتاعتهم، هم سوزان ماهر، برحب بيكي سوزان معانا في ست الستات، وندى هشام، برحب بيك يا ندى. الأول كده قبل ما ندخل في الخزف وكل الحاجات الجميلة اليدوية اللي انتوا جايبينها لنا توروها لنا النهاردة وهتقولوا لنا النهاردة أسراركم في صناعتها، أول عايز أتعرف عليكم انتوا شخصيا كبنات ستات، أتعرف بيكي الأول يا سوزان. أنا اسمي سوزان ماهر، متخرجة من كلية الآداب قسم جغرافيا. الله، مفيش خالص. أيوة. بس هو انا طبعا موضوع انا غاوياه من زمان وكده، ف يعني حاولت ان انا قعدت اتعلم كتير وقعدت ابحث وادور على موضوع لحد ما الحمد لله يعني توصلت يعني لمنحه بيت جميل. هي منحه بتبقى مسؤوله عن تعليم الحرف التراثيه التقليديه وكده، اسمها بيت جميل، اسمها منحه بيت جميل. منحه بيت جميل دي ايه المنحه؟ هي بتبقى منحه مقدمه من مدرسه الامير تشارلز في انجلترا. واو. بالتعاون مع وزاره الثقافه هنا. هم مهتمين قوي بالحرف التراثيه يعني بيحاولوا، هم حتى عاملين ده في كذا دوله في العالم. صح. وبيتقدم لها طبعا الاف يعني كل سنه، وهم بيختاروا عدد معين جدا يعني 20 فرد مثلا. بيتش او بيبقى في مسابقه او في، هم بيبقى ليهم بيتش بينزلوا عليها المواعيد بتاعه التقديم كل سنه. والناس فعلا اوريدي يعني ابتدت تعرف الموضوع اكتر وابتدت تهتم بالموضوع اكتر، وفعلا بيتقدم يعني اعداد كبيره جدا. والحمد لله انا كنت من المحظوظين اللي اتقبلت في المنحه دي، وهي بتبقى منحه مجانيه يعني. طبعا طبعا. فطبعا دي بتبقى يعني اهم ميزه في الموضوع يعني. هنعرف مميزات المنحه بقى. عايز اتعرف كمان على ندى، احكي لي حكايتك. انا ندى هشام، مهندسه معماريه، طول عمري بحب الشغل. فنون جميله بقى ولا لا؟ هندسة عين شمس. عين شمس. اوكي. فبس انا بحب دايما الشغل الهاند ميد والرسم طول عمري. بعد ما اتخرجت بكذا سنه لقيت برضو نفس المنحه، وحسيت ان هي حاجه يعني انا شايفه البرودكتس شكلها حلو جدا قوي، وعايزه اتعرف، عايزه افهم اكتر ازاي ممكن اعمل حاجه زي كده. فبرضو دخلت نفس المنحه ويعني وبس، وبعدها شغالين بقى في الخزف. عرفت من سوزان وندى ان هم زمايل في مكان واحد، لكن كل واحده ليها الشغل بتاعها. انتوا بتشتغلوا في نفس الاستوديو، مأجرين مكان مع بعض. لكن كل واحده ليها مكانها وبتعمل جوه الاستوديو ده المنتج. يعني هو شغل الطينه يعني محتاج مساحة مخصصة ليه يعني، صعب تعمله في البيت يعني. في بعض الحالات ممكن نعمله في البيت، بس لو شغل بقى بس أكيد على أكبر. أكيد يا سوزان لما بدأتي خالص ما بدأتيش في مكان بروفيشنال، بدأت أكيد في بدأتي في مطبخ بيتكو برضو طبعا يعني. بدأت في البيت طبعا، وباخد الأدوات بتاعة البيت برضو وكل حاجة. بس لما بيبتدي الشغل يكبر بقى شوية وابتدي ان انا يعني لا، الموضوع بقى بيبقى محتاج مساحة بقى مخصصة ليه يعني. جميل. طب ندى، ممكن تقولي لي بقى ايه الحاجات بتاعتك وايه الحاجات يعني، ايه انت تخصصك، ايه اختلافه عن تخصص سوزان؟ هو مش تخصص يعني، هو كل واحد بيشتغل برضو ليه ستايل يعني. هي اكتر من هو تخصص، بيبقى فيه مثلا يعني في كذا حاجه في الخزف. في ممكن ان اشتغل رسم زي الاطباق مثلا، فيها دي الاطباق بتاعتك انت، الطبق ده بتاعي، الطبق ده بتاعي والمج ده بتاعي، هو تقريبا الجزء ده يعني. في ممكن يبقى فيه حفر على المجات، برضو في هنا مجات محفوره. ممكن اعمل تشكيل، ممكن ابقى عامله شكل باترن معين وعاملاه زي الماجنتس الصغيره دي. الله، دول مغناطيس. اوكي. انا عجبني فكره يعني، انا برضو لما دخلت يعني انا بحب قوي الرسم الهندسي. دول ممكن كمان يتحطوا على الثلاجات بالظبط، وكمان ممكن نستعملهم في حاجات تانية كتير يعني. اكيد طبعا. فهي الفكره انه ندخل الاثنين في بعض يعني، ندخل حاجه شكلها حلو وباترن حلو، وفي نفس الوقت ان انا استعمله في حاجه في البيت تبقى قدامي طول الوقت، وابقى شيء يعني شايفاها، مش لازم شكلها ساده مثلا او لون بس، عايزه يبقى فيها باترن كده. طيب سوزان، قولي لي بقى انت المباخر والحاجات دي ولا؟ بصي، هو انا برضو يعني بشتغل رسم، و يعني بشتغل برضو انا اللي بصمم التصميمات وكده. بس انا كنت مهتمه اكتر كمان ان انا عايزه اضيف على الرسم ان انا اشتغل على دولاب الفخار. ودي حاجه انا يعني من وانا صغيره. معلش ترجمي لنا الاول ايه دولاب الفخار؟ دولاب الفخار ده اللي هو العجله اللي هي بتلف
ويعملوهم برجلهم. في بقى ناس بيعملوها برجلهم كده، وفي بتبقى كهربائيه وهي بتلف، وانت بقى بتبداي تشكلي الفازات بقى والكوبايات والحاجات يعني اللي محتاجه ارتفاع يعني. ده مش كده بس ده أيوة ده بالظبط. ايوه ده اللي هو بالرجل ولا ده كهربائي؟ ده كهربائي. كهربائي. ايوه. عايز اعرف رحله الخزف يعني الاول كده، ايه نوع الطين اللي بتستخدموه، وايه يعني ايه اللي بيميز الخزف المصري عن اي مكان تاني في العالم؟ بصي، هو الخزف المصري في الاول وفي الاخر هو بيتميز بالعامل او الصنايعي المصري اصلا. اوكي. ليه بقى؟ احنا عندنا تراث وعندنا حاجه يعني مرجع بنرجع له بيطلع شغل حلو جدا، وبالذات لما بتبقي انت مذاكره ودارسه التاريخ ودارسه وخصوصا الفن الاسلامي والزخرفه الاسلاميه، هتلاقيه جاي من الجوامع القديمه اللي عندنا، مسجد السلطان حسن، مسجد الرفاعي. احنا عندنا يعني اثر تستدعيها في اي لحظه. بالظبط. ده اللي بيبقى فرق بينه يعني. بالعكس، العالم كله دلوقتي بيشتغل خزف وفخار، بل بالعكس عندهم امكانيات وعندهم مساحه وعندهم كل حاجه، بس الفرق انه السائح لما بيجي يتفرج على شغلنا هو بينبهر. صحيح. حقيقي هو بينبهر، بيحس انتوا ازاي ده نفس الخامه اللي احنا بنستعملها بس انتوا مطلعين حاجه يعني حاجه فن مختلف. ده حقيقي، ده حقيقي. ولما حد مننا بيطلع بره وبيشتغل في المجال ده بره وعندنا امثله كتير، لا بينجح جدا يعني. طبعا. طب قولي لي يا ندى، الماتيريال نفسها يعني كلميني بقى، انا عايزه اتعلم شويه. اوكي. هو في نوعين للطينه، بيبقى في طينه اسواني اللي هي بتبقى لونها بني. وليه مسمينها اسواني؟ ايه الفرق ما بين الطينه الاسواني والطينه في اي مكان تاني في ارض مصر؟ بصي، هي ممكن تكون اتعرفت من زمان يعني، ممكن تكون هي ليها مصدر من الجنوب او حاجه، او التربه بتاعه يعني الجنوب. قصدي ما فيش مكونات كيميائيه فيها خاصه غالبا بالاعمال اللي هي الخزف والحاجات دي. لا، ممكن يكون فيها، بس ممكن يكون يعني انا بصراحه مش عارفه بالظبط يعني المرجع بتاع الاسم. طب اسهل عليكم عشان ما يبقاش سؤال ملوش اجابه. بتستخدموها انكم تعملوا ايه؟ يعني ايه الطينه الاسواني مستخدمه في ايه في دول؟ هي دي البيز، يعني البيز بتاعت كل حاجه هشتغل بيها. هو الطينه دي هي بتبقى بالشكل ده، ان هي هتبقى طريه. أوكي. بتبقى طينه يعني، وبعدين احنا بنعمل بيها الشكل، يا اما هنبقى على الدولاب اللي هو اللي بيلف او بالتشكيل يدوي. ممكن ان احنا نعمل شكل المج نفسه او شكل الطبق او شكل اي حاجه من الحاجات دي كلها بتتعمل هو زي البيز بتاعتي بس اللي بتعمل بيها الشكل. اوكي. فبتبقى طريه، وبعد كده لما بتنشف بتدخل الفرن، بعد كده بتتحرق لحد ما بتبقى خلاص تقدري انك تتعاملي معاها، انك تلونيها او انك يعني تحفري عليها او لا الحفر قبل الفرن، بس قصدي يعني انه خلاص بتبقى حاجه تقدري تستخدميها. مش هتبقى لينه يعني، خلاص بقت صلبه. هو ده بالظبط بيجي المسمى بين الفرق بين الخزف والفخار. أوكي. يعني ايه الفرق؟ الفخار هو خلاص هي بقت طينه اهي، اتحرقت بقت فخار. بتبقى مساميه، بتبقى بتشرب الميه، ودي ومش بتلمع. بالظبط. مش بتلمع، وزي بيتعمل منها القلل بتاعت الميه. تمام. مجرد ان احنا رسمنا عليها او حطينا عليها مواد بقى تانية، فبتبدا انها بعد ما تتحرق فبتبقى بالشكل اللامع ده. اوكي. المسام بتاعتها اتسدت، اقدر استخدمها في الاكل، في الشرب، في اي حاجه. امنه تماما، مفيش اي مشكله فيها. فهي لازم المسام تبقى مسدوده خالص عشان اقدر ان انا احط فيها حاجه سخنه مثلا، او ان هي تدخل مايكرويف او الفرن او الحاجات دي كلها. طيب انا شايفه طبعا في حاجات كتير، ايه اكتر حاجه يعني كل واحده فيكم متخصصه فيها؟ ندى. انا بحب قوي الحاجات الصغيره في كل حاجه في حياتي، فالمنمنمات بالظبط. فانا اتبسطت جدا ان انا عرفت اجيب شكل او ان انا اوصل لحاجه شكلها حلو، وفي نفس الوقت هي يعني عاجبه الناس، وهي حاجه جديده برده مش موجوده. فالماجنتس يعني اخر حاجه انا عاملاها ومبسوطه بيها جدا، ان انا عرفت ادخل فيها فكره انه يبقى ان في باترن موجود اهي الصغيره دي. الصغيره دي صح. انا لو بس ما كنتش الاسلاك ورايا كنت قمت وشفتها. اللي هي زي الكوينز الصغيره دي مغناطيس بيتحط على الثلاجه. لو زمايلي بقى اهي. ايوه. دي الدوائر الصغننه دي اللي على مفرش، هي دي المغناطيس. انت بقى مغناطيس عادي وبتحطيه. مغناطيس بيتلزق وبعد كده هي بتتحط بتتعلق مثلا على الثلاجه او على البورد الوايت بورد. ايه اللي عليها؟ طبعا عشان الموضوع مش مسعفني، دي اشكال بس هندسيه مش كده؟ في اشكال هندسيه، في يعني اي رسمه انا بعمل ديزاين، ممكن كتابات، ممكن حاجات فرعوني،
انا برضو في حاجه انا بعمل، يعني انا ممكن مثلا ارسم، بس انا مش عايزه يبقى كل شغلي رسم، لان الرسم بياخد مجهود طبعا كبير ووقت، يعني وقت كبير جدا. فبحاول افكر دايما ان يبقى في حل سمارت شويه وانا بطبق الحاجه، او انا بعمل اي شكل اي منتج يعني. فبحاول مثلا حاجه زي كده، انا بعمل ستامب، والستامب ده بقدر ان انا اطبع بيه، فبعمل الديزاين وبحفر الستامب ويبقى اتعمل مره واحده وخلاص، وبعد كده بقدر اعمل يعني 100%. وممكن ستامب او قالب لو حاجه هتتشكل بطريقه مختلفه. طيب سوزان، انت بقى الحاجه التخصصك ايه؟ بصي يعني انا مش عايزه اكون يعني طماع او حاجه، بس بصراحه انا دايما يعني بدور على ان انا عايزه ابقى بعمل كل حاجه بصراحه. يعني انا اصلا اللي خلاني مثلا ان انا اشتغل في الدولاب الفخار واعلم نفسي عليه، ان انا عايزه اكون ملمه بكل يعني هي خامه جميله جدا طبعا وطيعه كده في ايديكي، فحابه يعني انا مثلا بشتغل الدولاب وببتدي ان انا اخرب مثلا زي البيز اللي هي المخرومه اللي هي الجوزي دي، عشان تبقى مثلا مبخره او اضاءه. بحب الرسم فبرسم برضو اطباق، بحب شغل الحفر زي اللوحه اللي هي اللي قدام دي. ممكن يا جماعه نشوف اللوحه اللي قدام عشان انا برضو شايفه ظهرها، نشوفها كده في الكاميرا وسوزان بتحكي لنا عليها. ده شغل حفر مثلا. ده مش ده بقى مش قالب، يعني ده مش قالب انت عاملاه. ده بايديا كله انا عامله، وهي عجينه لسه. بالظبط، هي بتبقى عجينه وببتدي ان انا احفر فيها لغايه ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه، وببتدي ان انا الونها واحرقها. الله. فبصراحه انا يعني حابه ان انا اشتغل في كل حاجه بصراحه. ما شاء الله. عايز اسالكم يا بنات، يعني اكيد الموضوع ده اجيال ورا اجيال بتتوارث المهنه دي، لان مصر من زي ما قلنا من عصر الفراعنه يعني، واحنا عندنا موضوع الخزف وموضوع النحت، منحوتات الصغيره. وعلى فكره دي باينه قوي قوي في كل المقابر، حتى اللي يعني بيتم اكتشافها قريبا بيطلعوا منها اعمال حاجه من ورا العقل. فقولوا لي كده، ليه ما لجأتوش بقى لحد؟ يعني انتوا اللي معلمين نفسكم بنفسكم، ولا في بتتوارث الاجيال التعليم؟ لا هي طبعا هي المنحه احنا اتعلمنا فيها كتير جدا، يعني كانت بتقدم لكم ايه بس؟ معلمين، مدربين؟ بالظبط. هل في مصر؟ يعني اتدربتوا في مصر؟ هي دي هنا، يعني المنحه دي في مركز الحرف اليدويه موجود في فسطاط. احنا اتعلمنا كل الحاجات، يعني معظم تقريبا الحاجات منهم. هم يعني احنا بنتعلم كمان في برضو حاجه مهمه، ان احنا لما نيجي نعمل اي شكل مثلا هندسي، مش المفروض ان احنا ناخد حاجه نقلدها وخلاص زي ما هي. ساعات بتبقى برضو النسب ما بتبقاش مظبوطه قوي طبعا. فلازم يبقى لو هياخد نفس الباترن لازم يتعمل بنفس النسبه اللي هو موجود مرسوم بيها من الاول. صحيح. ففكره ان احنا نتعلم من البدايه ازاي نعمل شكل هندسي، ازاي نعمل شكل نباتي، يعني الشكل النباتي مثلا، او ان انا ارسم طبق دي لازم في الطبق ده مثلا السقع اللي تحت الكبير ده الكبير. اوكي. فلازم في شبكه اللي تحت ده اللوتس صح؟ في اللوتس الفرعوني بتاعتنا. هي على فكره فعلا الفرعوني والاسلامي حاجات مشتقه من بعض جدا. اول واحد بتتكلمي عليه هو ده صح؟ بتكلم على ده. لما هاجي ارسمه مش بس هنقله خلاص، لانه حتى لو انا عرفت انقله برضو النسب هتتغير كل طبعًا شويه طبعًا. كل واحد برضو بيشتغل بايده، فكل ايد بتفرق عن التاني. فاهم حاجه ان احنا ندرس ازاي في شبكه هندسيه بحطها الاول، وبعد كده ببتدي اوزع عليها على عناصر الرسم النباتي ده. تاني الحاجات دي يعني مش عارفه تشاركوني رايي ولا لا، علشان تعملوا برودكشن كبير وتاخد نفس الاهميه برضه ان هي صناعه يدويه، اعتقد بيبقى في حاجات بروجرامز على الكمبيوتر ممكن تعمل لك الشكل الهندسي اللي انت هتمشي عليه. طبعا. وتوفر على يعني نستخدم التكنولوجيا حاجه بيحصل طبعا تراثيه كده طبعا. يعني انا برسم اي شبكه هندسيه برسمها الاول على الكمبيوتر وبعدين بطبعها، يعني مش لازم كله يعني اوكي انا عايز اشتغل حرف يدويه، بس برضو بحاول زي ما قلت في الاول ان انا ابقى اكتر أسرع حاجه واكتر اسرع حاجه عشان اكمل. انتوا عايزين تفهموني ان كل واحده فيكم بتشتغل لوحدها، يعني ما عندكوش تيم بيشتغل معاكم؟ ما بقتش ورشه او صح اسمها ورشه؟ ورشه ايوه بالظبط. ايه سوزان ما حدش بيساعدك؟ لا بصراحه هو لسه يعني برضو عشان احنا يعتبر لسه بنبتدي. بقالك قد ايه يعني في الاستوديو ده؟ بصي انا مثلا بقالي حوالي سنتين سنه ونص كده. فيعتبر لسه يعني انا برضو ما اقدرش ان انا كل المبلغ اللي بيجي لي اقدر ان انا يعني ما اقدرش لسه ادفع مرتب مثلا لشخص. يعني محتاجه لسه ان انا اكبر شغلي في حته تانية، محتاجه اصرف على التسويق، محتاجه احنا ما عندناش جهات
تسوق لكم الحاجات دي يا ندى؟ يعني محتاجين ان احنا ننزل معارض، محتاجين ان احنا بس احنا اللي لازم برضو في معارض الدوله بتعملها بتبقى تجنن تراثنا طبعا، ويعني في حاجات طبعا. بصي هو في تراثنا وديارنا وديارنا معارض ناجحه جدا وكل حاجه، بس احنا اللي عددنا كبير قوي. احنا محتاجين مثلا مش معرضين، احنا محتاجين 10 معارض ولا حاجه. لو في قريه دائمة بتبيع الحاجات التراثية دي هنهجم عليها كلنا. أي حد يعني عايز يشتري الحاجات دي، أنا شايف إن إحنا عندنا مساحات، عندنا ناس تقدر تضحي، وعندنا ناس تقدر إن هي ده من غير تضحية على فكرة، دي مربحة يعني تبقى معرض دائم للمنتجات عندنا اليدوية. عندنا ده جدا، وحتى مش لازم إن أنا أقعد في المكان لوحدي على طول، لا أنا ممكن أقعد شوية وحد يجي مكاني، شوية حد يجي مكاني. يعني أنا نفسي يبقى في حاجة دائمة، حتى المكان هناك مثلا في الفسطاط مكان جميل جدا طبعا وتاريخي ومليان يعني. لا والسياح بينزلوا عليه كتير، لان احنا عندنا حاجات. مجمع الاديان هناك، عندنا متحف الحضاره، صح. عندنا فانا نفسي يبقى في زي سوق هناك او وفي مساحات تساعد، تبقى في حاجه دائمه، والاعداد اللي بتتخرج ومن غير بنا يعني، يبقى حاجه بتتشال وبتتحط بس يبقى لها صفه ما انا عشان كده بقول لحضرتك فكره الناس تبقى نازله في اي يوم في السنه تبقى عارفه انها لما هتنزل هتلاقي مشغولات. طب انت ندى برده ما حدش بيساعدك خالص؟ لا انا ممكن حد يعني ممكن اجيب المجات مثلا حد يعملها لي، يعني شغل الدولاب نفسه حد بيعملها. بس بروح لورشه بتفق معاه، ببقى قاعده قدامه بقول له عايزه المقاس بالظبط شكله عامل ازاي، عايزه يعني حاجات اللي هي بس على الدولاب هي اللي بخلي حد يعملها يشتغل عليها. بقيه الحاجات باخد مثلا انا لو في حفر انا اللي بعمله، الرسم انا اللي بعمله، بقيه الحاجات كلها انا اللي بعملها، وبس شغل الدولاب. لكن كده نقدر نطمن يا بنات ان الفن المصري ده مش هيندثر، لا لان واضح كده ان في اجيال جديدة نازلة وحاطة في دماغها انها ده شغلها ودي الفنون اللي بيعرضوها ومستمرة. ده حقيقي، ده حقيقي. من القديم للجديد بالظبط. وفي برضو من نقطة مهمة جدا ان ابتدينا شوية، يعني ممكن جيلي مثلا والاصغر كمان ابتدينا شويه نخرج بره فكره ايه انا عايز اتوظف وظيفه مضمونه. أيوة لا اخد مرتب مضمون، لا يعني ابتدينا نتجه لانه لا اعمل اللي انت بتحبه، لان هي الحياه قصيره، فلو انت عملت اللي بتحبه بشغف واجتهدت فيه وسعيت فيه هتوصل لحاجه وهيقدر يدخل لك الدخل اللي انت مبسوط بيه، يعني اللي انت يعني تكتفي بيه، تعمل حياه بالظبط. مش لازم يعني ان انا اكون اغنى انسان في العالم، لا بس اكون عايش الحياه او بشتغل حاجه اللي انا بحبها. تقدري تتطوري. ندى انت بقى باصه للي جاي ازاي؟ انا نفسي عايز توصلي بالموضوع ده لايه؟ هو انا نفسي البراند يكبر اكتر طبعا، ان هو يبقى يعني بعمل منتجات اكتر من كده. ان عايزه يبقى معايا ناس طبعا برضو، ان يبقى في ناس اوريدي شغاله مش انا لوحدي. لان برضو الشغل لما بيبقى واقف على واحد بس الموضوع مش بيبقى طبعا قليل قوي. فده اللي انا نفسي فيه بصراحه، ونفسي يعني نرجع تاني انه يبقى اسم براند مصري معروف في كل حته، مش بس ان شاء الله هيحصل طول ما في مواهب زيكم وبنات عايزه فعلا تقدم حاجه جميله. وبجد بجد شيء نفتخر بيه ان عندنا في مصر مواهب رائعه زي سوزان وندى. انا بشكركم جدا، وكل فتره كده بقى تجولنا ونعرض منتجاتكم الجديده. عايزين نقدم المواهب بتاعتنا لكل الناس، منتجاتنا لكل الناس. على فكره الحاجات دي لو فضلنا وراها كده لا يمكن هتندثر ابدا، وهيفضل دايما الفن المصري في الخزف وفي الفخار، يعني بيدي للعالم كله شيء وفن رائع جميل. بشكركم مره ثانيه، وبالنسبه لبقى المشاهدين احنا فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. الفقره اللي جايه هتبقى معانا خبيره المظهر والازياء نهال الجندي، اللي هنعرف معاها الصيف ده اخباره ايه، شكلنا هيبقى عامل ازاي، ايه الموضات الجديده لصيف 2022 مع بدايه موسم الاجازات والسفر. بعد الفاصل بصوا يا جماعه، الحديث عن الموضه وموضوع الباكينج، اننا نوضب الشنطه ورايحين فين وهنستعد بايه وهناخد ايه في شنطتنا. طيب رايحه بحر ولا مسافره مكان يعني مدينه ما فيهاش بحر؟ طيب الاجازه دي كام يوم؟ كل حاجه وليها مشكله وليها حل طبعا.
واحنا النهارده في الفقره دي عايزين نلاقي حلول لاغلب المشاكل اللي بتقابلنا، سواء بقى طالعين اماكن اجازه على البحر، المناطق الساحليه، طيب هنسهر، هنخرج بالليل، هنطلع على البيتش بس ولا في خروجات تانية غدا وعشاء؟ ايه اكتر حاجة موضة دلوقتي، اشكال والوان الموضة لصيف 2022؟ كل المعلومات دي وبسرعة بسرعة هنعدي كل النقط دي مع نهال الجندي خبيرة المظهر والازياء. برحب بيك يا نهال، كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيبة. نبدأ منين؟ يلا انت ابدأ لنا بالوان الصيف. أوكي. 2022 اللي انت لابساه طبعا هو الطاق الاحمر. ده حقيقي. ايوه. الصيف السنه دي مفيش لون مش هنلبسه. يعني عندنا الاورانج، عندنا الاصفر، الاخضر، الاحمر، الابيض طبعا ثابت معانا. نبعد عن الاسود خالص بقى، احنا يعني حداد معلش. بس كلنا عندنا اسود وكلنا بنحب الاسود وبنرتاح فيه وبنحس ان هو اشيك حاجه واحلى حاجه، بس السنه دي في الوان كتير قوي. يعني لو انا بحب الاسود قوي لا خلاص انا عندي كل الالوان اقدر البسها. لو ما بحبش الاحمر هلبس الاصفر، لو ما بحبش الاخضر هلبس الازرق. فكل الالوان طالعه موضه. ممكن البس فوشيا مع اورنج. فممكن ادخل الوان كتير في بعض، اخضر مع موف. الاخضر مع موف ان قوي يعني. كل ما افتح مجله الاقي اخضر مع موف. ده حقيقي. دخلنا معاهم الاحمر برضو مش هيقول لنا لا. اوكي. هيبقى لطيف يعني نتجنن بقى الصيف ده. يعني طب احنا معانا صور نبص عليها، معانا حاجات نبص عليها، الالوان الجديده ايه اللي ممكن. طبعا الاحمر برضو يعني زيه زي الاسود كده. لازم كل حد يبقى فيه في دولابه حاجه لونها احمر. ده حقيقي. انا هنطلع الصور وانت بقى احكي لنا هنعمل ايه الصيف ده. ده الاخضر مع الابيض. طيب الـ الـ الاحذية هنرجع للكعب ولا هنفضل سنيكرز ولا الكوتشيهات ولا ايه بقى؟ عايزه مننا ايه كل الاوبشنز؟ احنا عندنا كل الاوبشنز، في كل حد يلبس الحاجه اللي مريحاه. بس طبعا في حاجات في حاجات بيبقى الساندل عليها احسن. في حاجات بيبقى الهيلز عليها احسن. انا مش بحب قوي السناكرز عشان بحس ان هم بيخلوا اللوك كول اكتر. انا طب بحب حلو الكول. بحب يعني الحاجه تبقى يعني بحب الحاجه تبقى جيرلي اكتر. يعني البس سليبر، البس ساندل، احط مانيكير لون. بحب كده اكتر بصراحه. السنه دي كل برضو ما افتح حاجه ابص الاقي السوت لون واحد فوق وتحت، كان يعني رجعت لنظام البيجامات بتاع زمان الموضه. بس راجعه بقوه جدا وده مفيد بالنسبه لي قوي، ان انا مش هفضل اختار البس ايه على ايه. ميكس اند ماتش. لا انا عندي ست هلبسها. حتى لو كان مشجرات، حتى لو كان حاجات متداخله في بعض، رسومات وكده. متداخله جدا جدا جدا، بس بيبقى شكلها حلو. اوكي. طيب هنا رجعنا للميكس اند ماتش تاني. بالظبط. عندي اورنج واخضر وفوشيا وشكلهم حلو قوي. يعني مثلا من سنتين ما كانش حد يتخيل ان انا ممكن البس كل الالوان دي مع بعض. بالظبط. بس كده مش عارفه ليه لما بتيجي موضه عينينا بتتقبلها. ده حقيقي عشان بنشوفها كتير. برضو لما بشوف حاجه كتير ممكن ازهق منها. صح. فطول ما انا شايفه الحاجه طول ما انا شايفه الحاجه يا هحبها يا هزهق منها. لا معلش ارجع لنا للي فاتت اللي فيها الشنطه. احنا ده دلوقتي اهو في اسود لكن دايما كسرينه بالوان من الالوان اللي ليها فايب كده. لازم. يعني السنه دي ما ينفعش البس اسود وابيض واقوم بقى لابسه الشنطه بقى سودا بقى. الساندل مثلا اسود لازم يبقوا لهم بعض. لا ده ما بقاش ده انتهى. موجود يعني ما انتهيش. في ناس بتفضل ان هي تلبس الاثنين لون بعض، بس لما البس لون مختلف ده هيخلي شكلي احلى. اللونين دول مع وفوشيا. بعض تحفه. فيعني بجد لو وريتيهم لي في ظروف اخرى غير ظروف صيف 2022 ما كنتش ممكن اصدق. كلميني كده بقى القطع، يعني الكروب توبس مش كلنا بنقدر يعني طبعاً. حتى مش بس السن الصغير، مش كلهم بيقدروا برضو. وحتى لو هنلبسهم مش هيبقوا عارفين. التوبات اللي هي يعني القصيره يا جماعه اللي هي الكروب توب مش هيبقى ديلي، مش هينفع انزل كل يوم بكروب توب. يعني هلبسه في سفر على البحر. بس دلوقتي انا ممكن البس تحتيه شميز وهيبقى شكله حلو قوي. حتى لو انا محجبه هلبس الكروب توب والبس تحتيه شميز واسع. فبيدي لوك كده لطيف قوي.
اوكي، لكن ما نلبسش تحته بادي بليز. لا صعب. صعب، ما حدش يلبس بادي وفوقيه الكروب توب، ممكن شميز ونلبس فوقيه. طيب نرجع تاني للسوت، ده لونين ولا لون؟ انا مش شايفه بقى الماتيريال مختلفه. اه الماتيريال تقريبا مختلفه، فتحت مديني شويه اغمق. اوف وايت. بس الشنطه برضو لونها، احنا مش شايفين الصندل ايه. هل لسه برضو لازم نمسك الشنطه نفس لون الصندل؟ لا خالص، يعني لما يبقى اللون مختلف هلفت النظر اكتر. أوكي. احس ان في لوك، بس مش هخرج بره التون. يعني لما يبقى الصندل لون والشنطه لون، مش لازم ابعد قوي، يعني ممكن البس الصندل بيج مثلا. اوكي. والشنطه اورنج. طيب ده بقى الدريسز. الدريسز الساتان يعني برضو موضه بقوه بقالها سنتين. السنه دي هي مكمله معانا. اوكي. وبتخلي ايه اللي اتغير عن السنه اللي فاتت واللي قبلها؟ الشكل او الموديل بتاع شويه الستان. مختلفين في الموديلات، بس عشان نقول نيو كولكشن. بس انا لو لبست موديل السنه اللي فاتت عشان هو احلى عليا مش هيبقى شكله وحش خالص. الشيرت دريسز برضو موضه ولا راحت بقى خلاص؟ لا ما راحتش، بس مش بتليق على كل الناس. يعني في ناس ما بتحبش الحاجات القصيره قوي، في اللي هو زي الشميز بس طويل، يبقى فستان شميز. انا شايفه ان الموضه اتغيرت، يعني السنه اللي فاتت كان ان قوي والسنه دي مش شايفه منه كولكشن كتير. يعني بقينا نميل اكتر للحاجات اللي فيها فكره برضو. التشيرت دريس او الشميز الاوفر سايز يعني اكيد موجود عندنا كلنا، او ممكن نشتريه ونخليه موجود وقت ما نحب نلبسه نلبسه. بس دلوقتي بقى عندنا فكره اكتر، اللي هو انا لازم اشتري الوان كتير، لازم اشتري حاجات كتير. الطويل ولا القصير؟ يعني الاثنين. اصل شايفه برضو في كل المحلات فساتين قصيره على الركبه، وفي واقل من الركبه طبعا، بس انا بتكلم على كل الناس تقدر تلبسه. اللي على الركبه والطويل. انا بحب بصراحه، انا بحب الطويل. وفوجئت بميدي، عارفين يا جماعه اللي هو لغايه هنا. انا بحب الطول ده قوي. الطول ده يعني مش دايما موضه. نحدد ازاي اللي عايزه تلبس ميدي تختاره ازاي؟ انا دلوقتي عندي الثلاث اطوال موضه، فاشوف انا شكل جسمي بيبقى ايه عليه احسن والبسه. اوكي. يعني الفساتين واسعه ولا ضيقه؟ خلينا لو على البحر الواسع طبعا يفضل. لو انا خارجه مع اصحابي اتعشى خلينا في الضيق عشان ما يبقاش واسع قوي، بس على البحر واسع طبعا مع الشمس والحر والحاجات دي يفضل يبقى واسع. في حاجة بس أنا مش عارفة إذا كانت فعلا مستمرة موضة ولا لأ، عارفة اللبس الرمضاني اللي كنا بنلبسه اللي هي الكارديجنز اللي عليها باترنز كده، مستطيلات مربعات حاجات احنا لنا إن هي يعني عارفة اللي هي الأندلسي أو حاجة زي كده، هل هي مكملة الصيف موضة؟ لأن لقيت برضو بعض المجلات منزلة الكارديجنز زي الحرير الستان الكيمونو. دي لطيفة جدا على البحر، ممكن تتلبس على هوت شورت مثلا، بس ابعد عن الالوان الرمضانيه لان في الوان بتبقى رمضانيه قوي. اوكي. في باترن بتبقى رمضانيه شويه، فدي نخليها في رمضان، بس لو انا الواني مش رمضانيه مكمل معايا طول الصيف. ممكن السنين اللي فاتت الباترن الفيرساتشي كان هو الموضه بالظبط، والتايجر مكمل. والتايجر كلميني بقى ايه الباترنز الموضه؟ يعني بوانتي الدوتس ايه؟ لا عندي التايجر والابيض والاسود. التايجر بكل الوانه بقى، ما بقاش بني واسود. اوكي. بقى ممكن يبقى احمر، ممكن يبقى اخضر، ممكن يبقى اصفر. الابيض والاسود، الابيض والاسود انا بحب الباترن الابيض والاسود جدا، سواء بقى كانت كارو او ايا كان شكلها ايه. بس لو لبستها على احمر او اصفر بتدي شكل مختلف خالص، غير لما البس الاثنين بيزك. اوكي. طيب ايه رايكم نروح شويه كده لشنطه السفر، بما اننا الناس بتتكلم على الحر والصيف وسفر وخروج وبتاع. احنا ليه شنطنا عندها حالة نفسية كبيرة جدا، ونشوف الأجانب عارفة باك باك كده وفيها كل حاجة. كلميني على أسرار الشنط والباكينج. الأجانب ما بيهتموش بالتفاصيل، يعني هي ممكن تاخد هوت شورت واحد طول السفرية ومع كذا طب أو كذا تيشرت. إحنا بنحب التفاصيل وبنهتم بالموضة، ويبقى شكل يوم الخميس ويبقى شكل يوم الحج والحاجات دي. فأنا مع الشنطة الكبيرة، بس ما اخدش حاجات ملهاش لازمه لان ده هيخلي الشنطه اكبر من الطبيعي. صح.
وهنرجع بثلاث ارباع اللبس ما اتلبسش وهنشيل بس مش محتاجينه. فانا عندي الست ان انا الموضه السنه دي كلها حاجات ست، لو سكيرت بتبقى ليها التوب بتاعها نفس اللون او نفس الباترن، وعندي السات اللي هي السوت البنطلون والكيمونو او الشميز، فده هيسهل عليا حاجات كتير ان انا مش هحتاج دايلي على ده ولا دايلي على ده. اعمل السات مع بعض بالظبط السات سات والدريسز طالعه موضه، فده هيوفر كتير قوي في الشنطه. طبعا انا واخده مثلا خمس دريسز خلاص كل يوم هلبس واحد، اهم حاجه ان انا ابقى عارفه كل يوم هلبس ايه. ممكن اخد معايا اتنين اوتفيت زياده بس مش اكتر من كده. لو حاجه اتوسخت، لو حاجه لو انا غيرت رايي لو غيرت رايي وده كتير بيحصل بالظبط. بس لو انا مرتبه ايامي، عارفه انا مسافره تلات ايام فهلبس ده النهارده وهلبس ده بكره وهلبس ده بعده، الشنطه هتقل قوي. بس لو صحيت من النوم انا مسافره فخدت الدولاب كله هلاقي ان انا اصلا نسيت حاجات، لا ومش هعرف البس وانا مسافره يبقى هبقى مش مرتبه نفسي. بما انك جبتي سيره السهر كمان، ايه موضه الفساتين السهر؟ لان انا برضو لاقيه البايات والبايات الكبير صح؟ ده حقيقي. زي بتاع زمان، ده حقيقي ايام جدتنا احنا كل حاجه زمان رجعت تاني. البايات موضه من بدري، بس نختار اهم حاجه الالوان. اوكي، لان في الوان مع اللمعه بتبقى صعبه شويه. بس لو لبست مثلا جاكيت صغير كروب على هوت شورت ويبقى بايت بيلمع في السهر، فانا شكلي شايني وفي نفس الوقت مش عامله مجهود. اوكي. لو لبست مثلا بنطلون بايت وشميز ابيض في نفس الوقت انا لابسه كويس ومقفول، مش لابسه حاجه مش مريحه. أيوة. لان في لبس ما بيبقاش مريح وشكلي شايني. انا بحب اللوك يبقى شايني، يبقى شكلي باين تلمعي كده شويه. عشان كده مبسوطه بالالوان، الالوان هتخليكي شكلك مختلف. دايما الناس بتلبس ابيض في السفر، ساحل وتان، فكل الناس تلبس ابيض. انت اختلفي بقى، اعملي لوك مختلف. واسود لو انا سهرانه في القاهره او بتعشى، احنا بنفضل اللونين دول. بس دلوقتي لان عندي اوبشنز كتير قوي هيبقى شكلي مختلف، واللون بيفرق مع الوش قوي. طيب نرجع تاني، ايه الحاجات الضرورية قوي اللي هي تبقى معايا ما ينفعش استغنى عنها من الاكسسوارات؟ يعني مش بس شنط واحذية وكده، لا انا عايزة اتكلم على حزمة، عايزة اتكلم على الاكسسوارز اللي بنلبسها، عايزة ايه اللي لازم يبقى معايا وانا مسافرة. الحزمة مهمة جدا عشان هي بتغير في شكل الحاجة. انا ممكن ابقى لابسة حاجة بيزك والبس حزام حلو قوي فيخلي الاوتفيت حلو قوي. الاكسسوارز اللي طالعه موضه الجولد والحاجات شويه اللي هي شبه الدايموند. اوكي. فدي ممكن نلبسها على طول، يعني لو انا عندي مثلا حاجات جولد ما فيش مشكله ان انا افضل لابسها طول الصيف على كل حاجه. اوكي. ممكن اغير فيها شويه الجولد مع الابيض زي اللي انا لابساه كده برضو وطالع موضه قوي. اللولي مع بالظبط. ممكن البس حاجات الوان، الخرز الالوان كمان. احنا لسه عايشين في الادوار ادوار 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 لايرز. بس حلوه بتخلي شكل الوش احلى من لما ابقى مش لابسه حاجه. صح بصراحه عندك حق. لكن اللولي راجع بقوه اللي هي اللولي الصناعي كمان، اللي هو مش قصدي صناعي، قصدي مش اللولي المدور بس. لا مش المدور، كل الاشكال بتاعته. لا بقينا كرييتيف شويه فما بقاش المدور بس. ممكن كمان ازود اكسسوارز ملونه. في حاجات بتبقى ملونه دي بتبقى حلوه قوي على البحر. زي ايه الملونه اللي هي الخرز؟ سلاسل الخرز اللي هي ازرق واصفر واخضر برضو بلبسها لايرز ورا بعض. دي بتبقى حلوه قوي، وضروري ادخل فيهم جولد. لازم الجولد. الجولد السنه دي هو سيد الموقف. بيدي شياكه اكتر من اني اكون لابسه كله خرز بس. بالظبط. طيب بالنسبه بقى اللي هم يعني مليانين شويه عايزين برضو يعني يحسوا بالوان الصيف، دايما اول ما ازيد كده في الوزن تلاقيني ايه قفلت على الواني، غمقت الدنيا. أيوة. علشان اداري الجريمه اللي انا عاملاها. مش شرط. فقولي لي ازاي ممكن ابقى زايده شويه في الوزن او حتى زايده كتير في الوزن، مش عيب، لكن اقدر البس الوان. ابعد عن الباترن الكبيره. اوكي. يعني ما البسش حاجه، ما البسش دريس مثلا في باترن تبقى قد كده. كل ما الباترن بتصغر وبتبقى ارفع بتدي شكل ارفع للجسم.
اوكي. لو انا رفيعه فكره حلوه قوي. لو انا رفيعه وعايزه ابين ان انا اعرض بلبس باترن كبيره أكبر. تبقى الوان كتيره والباترن تبقى كبيره. بس كل ما اصغر بالباترن والالوان ده بيخلي شكل الجسم اصغر واوسع طبعا. الواسع مش بيبين. ما ده كان سؤالي اللي جاي، الواسع ولا الضيق؟ لان في يعني واسع بيبين الواحد اتخن مما هو تخين. لا الواسع مش بيبين لان انا مش شايفه ايه اللي تحت. اوكي. ورفيعين يلبسوا واسع، الموضه ما بقتش ضيق قوي، يعني الضيق ما بقاش قيم قوي. الاوفر سايز هو السائد بالظبط. وحتى المليانين شويه لما بيلبسوا واسع بيبقى شكلهم احلى بكتير من لما بيلبسوا ضيق، الضيق بيبين شكل الجسم قوي بيحدده. الدفوهات بالظبط. لكن الواسع بيبقى مريح وفي نفس الوقت انا مش شايفه البطن، مش شايفه شكل الرجل، مش مرسوم. فخلينا في الواسع. كيمونو مقفول ستايل الروب ده لذيذ قوي. ممكن نقفله بحزام هيبقى لوك حلو. طيب سؤال بقى، انا شايفه برضو كروشيهات كتير جدا والجراني سكويرز مغرقه الدنيا. جراني سكويرز دي تتاتنا كلها كانوا هما بيعلمونا الكروشيه نعمل اللي هي المربعات اللي فيها الوان كتير. ده حقيقي. هل الكروشيه موضه السنه دي؟ هل بس على البحر ولا ممكن كمان اوتفيتس خروج عادي؟ نخليه على البحر، هو يفضل على البحر احسن بصراحه لان هو ماتيريال بحر قوي. أوكي. يعني حتى لو في تحتيها مثلا طب حاجة أو حاجة عشان هو بيبقى معينة. مفتوح. هو يفضل انه هو ما يبقاش تحتيه حاجة، يعني لو هيبقى تحتيه حاجة هيبقى الطب اللي هو بتاع البحر برضو. أوكي. لان هو حلاوته في انه هو يبين شوية من الجسم. لا وحلاوته انه يبين تحتيه ايه بالزبط. لو حاجه على البحر وكده ده ممكن بالظبط. فهو لكن بحر. اقصد كمان الكروشيهات اللي هي مش سي ثرو، يعني مش اللي هي مخرمه قوي، يعني دلوقتي البرودريهات بتبقى متحدده. يعني ممكن مثلا اشتري هو بيبقى معمول متحدد ان هو بيبقى ضيق قوي من عند خياطته، بتبقى ضيقه فما بيبقاش مبين الجسم بالظبط من فوق، وبنزل مثلا من عند الركبه بيبتدي الخياطه توسع فبيبين الرجل. فعشان كده بقول لك هو بحر احلى. اوكي. لكن في كارديجانز السنه دي برضو نازله في محلات كتير قوي، تريكوهات وكروشيهات. هل الهاند ميد والحاجات دي موضه؟ افضلها تبقى هي موضه. الهاند ميد والحاجات دي موضه، هي مش موجودة من زمان عندنا بس احنا ما كناش بنلبسها او ما كناش بنتجه ليها. ايوه. بس دلوقتي خلينها بيت شوية بالزبط. يعني هي ممكن تبقى عند كل الناس بس ما حدش بيلبسها. بس دلوقتي لا، هنطلعها ونلبسها عادي جدا. وتفضل تكون ملونة برضو. ملونة. الشنط حاضر، انا وقتي انتهى. بس اخر حاجة، انا شايفة شنط بيدز يعني اللي هي شنط من الخرز. معمولة كلها الشنط عبارة عن خرز. هل دي برضو موضة ولا موضة بس مش عملية؟ يعني أوكي. ممكن ألبسها عشان بس أبين الأوتفيت بتاعي، يعني أنا بلبسها أز اللي هو أكسسوريز. أوكي. بس هي مش عملية خالص، يعني هنسهر بيها. أيوة. لا ما أنا قصدي كده. بس والله في عاملين برضو توت باجز بالخرز، بس دي غالية جدا يعني، ومن جواها لكن شغاله يعني. بس هي اكسسوارز، يعني انا بعتبرها اكسسوارز، مش حاجه تلبس مرتين كل في مناسبه في الويك اند كده. نهال الجندي خبيره المظهر والازياء، انا بشكرك شكرا جزيلا. جدا. والمره الجايه نتكلم على بقيه الترندز بتاعت الصيف، لان الصيف اهو يعني بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبدا الصيف اهو معانا ودرجات الحراره في ارتفاع. بتمنى لكم صيف ان شاء الله يكون مبهج زي الوانه السنه دي. وبشكركم على متابعه حلقتنا النهارده. بكرة بإذن الله حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. يا رب أشوفكم على كل خير. باي.